قالوا كاد المعلم أن يكون رسولا. هذه الكلية هي التي تخرج معلمي الأجيال، كلية التربية وأهم أقسامها وتخصصاتها موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم، معكم علا أبو معمر في برنامج اختار صح. المناهج وطرق التدريس يقدم لك أنواع الاستراتيجيات المناسبة لتدريس المادة العلمية التخصصية، ويمنحك درجة البكالوريوس في تخصصات تعليم العلوم والعلوم والتكنولوجيا والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والاجتماعيات والرياضيات وتعليم الحاسوب وأساليب تدريسه. وخلال فترة الدراسة في أي من التخصصات السابقة ستتلقى التدريب العملي اللازم في مهارات التدريس واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية وغيرها، هذا عدا التدريب العملي الميداني، وبهذا تتأهل لتكون معلماً يحتذى به مستقبلاً في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة. في حياتنا قد نتعرض لبعض الضغوط النفسية التي نحتاج أن نتجاوزها كي ننعم بالسلام، ومن أجل تحقيق هذه المهمة نلجأ إلى المرشد النفسي. تخصص الإرشاد النفسي بكلية التربية هو الذي يساعدك على الارتقاء بنفسك وكذلك خدمة الآخرين، ويؤهلك للعمل على مساعدة الآخرين في حل مشكلاتهم وفهم ذواتهم، وأيضاً التخفيف من هذه المشكلات ومساعدتهم على تجاوزها، وينمي المهارات المختلفة من خلال الجانب التطبيقي الذي يمارسه الطلبة داخل مركز علم النفس والإرشاد التربوي، وبعدها يصبح الطالب قادراً على العمل في مجالات الطب النفسي داخل وزارة الصحة أو المراكز الصحية المختلفة، ويمكنه العمل كمرشد نفسي داخل المدارس أو العيادات أو الجمعيات المختلفة. ولأن مرحلة التعليم الأساسي من أهم مراحل التعليم، توفر كلية التربية تخصص التعليم الأساسي الذي يعطي الطلبة المعلومات والمهارات الأساسية في التعليم والتربية والاقتصاد وعلم النفس والمناهج وغيرها، بالإضافة إلى مساقات التدريب العملي التي تنمي مهارات الطلبة بحيث يكون مؤهلاً لسوق العمل. هذه كلية التربية التي تمزج بين أهم قاعدتين في العلم، التربية والتعليم. إذا كنت أحد خريجيها أخبرنا تجربتك أسفل هذا الفيديو.